والله هو الاهلي في الفتره الاخيره دي مش في حالات ومش مركز في الدوري، والمقاولين ماشي بشكل حلو في الدوري، وان شاء الله اتوقع الاهلي هيكسب 1-0 بكره ان شاء الله. مباراه صعبه على النادي الاهلي، بس ان شاء الله فوز، اتوقع فوز الاهلي 2-0. الاهلي كان ماشي فتره مش كويسه الفتره الاخيره، بس اتحسنت بعد فوز على القطن الكاميروني 3-0. ان شاء الله ينافس يكمل المسيره دي، وان شاء الله يفوز 2-0 بكره ان شاء الله. الاهلي جاي من مباراه القطن وقبل مباراه سان داونز، فيبقى في ارهاق شديد على النادي الاهلي، بس بخبرته بحنكته مش هيفوت الفرصه مثلا على بيراميدز او الزمالك او فوتشر يقرب له، ممكن يخلص الماتش بدري. فرق هدف بقى، فرق هدفين مش هيفرق. بالنسبه للمقاولين ان شاء الله بكره هيلعبوا حلو وكده، بس وان شاء الله هيبقى الفريق كويس وماشي كويس الفتره دي وكده، بس ان شاء الله الاهلي هو طبعا اللي جماهير كبيره وهو اللي هيفوز باذن الله، لانه طبعا الاهلي فرقه المقاولين اخر فتره ماشيه كويس قوي، والاهلي بصراحه يعني مش عاجبني، وانا خايف بصراحه على الفريق، بس ان شاء الله خير يعني، والاهلي هيكسب 2-0.